أهلا بكم. ما دلالات انعقاد منتدى العراق مؤخرا وما دلالات ما جرى فيه؟ وإلى أي مدى أكد هذا المنتدى المصالح المشتركة الأمريكية الإيرانية في العراق والمنطقة وإن اختلفت الأهداف والغايات؟ حيث انتقد موقع لونغ وو جورنال الأمريكي مشاركة السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف في منتدى العراق بحضور أبرز قادة الميليشيات المدعومة من إيران، حيث تم تقديم زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي متحدثاً في إحدى جلسات المنتدى، وهو المتورط أمريكياً بجرائم حرب طائفية على مدى سنوات طويلة، أي أن أمريكا هي من تتهم هذه الميليشيات. ما الجديد الذي جاءت به حكومة السودان حتى تتحدث في منتدى العراق عن الإنجازات بعد 6 أشهر على تسلمها مهامها، في حين تظهر بيانات لمراكز بحوث دولية أن العراق يتصدر الدول العربية بمعدلات الفقر ونسب البطالة وفق صندوق النقد العربي، وينخره الفساد منذ احتلاله بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني. سنضع مشاهدين الكرام تحت الضوء هذه المحاور ليتم الإجابة على الأسئلة بمعية ضيوفي الكرام في حلقة اليوم، وهم كل من ضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا بكم، حياكم الله. وأيضا دكتور فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك دكتور فرات. أهلا وسهلا بالأستاذ مصطفى. نشاهد سويا المشاهدين الكرام هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. كسابقيهم ممن جاء بهم الاحتلال الأمريكي لتنفيذ أجندات معينة لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، امتدح رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني منجزات حكومته في غضون 6 أشهر الماضية في أثناء جلسة في منتدى العراق المنعقد ببغداد، والذي حاول السوداني فيه أن يميز نفسه عمن سبقوه وإن كان نسخة منهم وفقا لمجلة ذهل الأمريكية، وادعى أن منهاجه الحكومي توجه نحو معالجة الفقر والبطالة والفساد، في حين تظهر بيانات لمراكز بحوث دولية أن العراق حل في المرتبة 8 عربيا لأكثر الدول فقرا على الرغم من ثرواته بحسب مجلة جلوبال فاينانس، وتصدر العراق أيضا قائمة الدول العربية بنسب البطالة وفقا لصندوق النقد العربي. أما الفساد فقد بات ظاهرة متأصلة يغذيها تخادم الأحزاب وفقا لموقع ميدل إيست البريطاني. هيئة علماء المسلمين في العراق ذكرت أن منتدى العراق قدم زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي متحدثا في إحدى جلساته، وهو المتورط بجرائم حرب طائفية على مدى سنوات طويلة، وأكدت أن ما حصل في المنتدى يؤكد أن المصالح الأمريكية والإيرانية في العراق والمنطقة مصالح مشتركة وإن اختلفت الأهداف والنهايات، وأن بين الطرفين تخادما على المستويات كافة. وبينت الهيئة أن هذا المنتدى الذي عقدته الحكومة تحت ذريعة انقضاء 6 أشهر على تشكيلها لم يأتي بجديد بشأن الملف العراقي، ولم تثمر النقاشات التي جرت في جلساته حلولا منطقية لأزمة العراق ومشكلاته المستمرة، والذي جرى هو محاولات ترقيع غير مجدية وتضليل للرأي العام العراقي بمنجزات وهمية لا أثر لها على الأرض. في حين انتقد موقع لونغ وور جورنال الأمريكي مشاركة السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف في منتدى العراق بحضور زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي ومشاركته في المنتدى متحدثا رئيسا، مع أنه مصنف من وزارة الخارجية الأمريكية على أنه إرهابي ومسؤول عن تشكيل الميليشيات المدعومة من إيران. وذكر الموقع الأمريكي أن تصنيف واشنطن الخزعلي إرهابيا فضلا عن منصبه زعيم ميليشيا إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب كان يجب أن يمنع حضور السفيرة الأمريكية ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والتحدث أمام منتدى العراق.
أبدأ معك أستاذ مصطفى، خلال هذه المرحلة التي يمر بها العراق كيف تنظر إلى دلالات توقيت انعقاد مؤتمر العراق؟ أحييك مرة أخرى وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الزميل فرات الذي سينضم إلينا في هذا البرنامج. كما تعلم حضرتك الاحتلال مضى عليه 20 سنة، ولكل مرحلة هناك وجوه جديدة وهناك متطلبات يحتاجها الراعي الأول لهذا النظام الإجرامي الموجود في العراق، وهو الطرف الذي قام بالاحتلال أصلا، وهو الولايات المتحدة وإيران أيضا كطرف ثاني. وبالتالي هناك دائما مساعي أمريكية وإقليمية لتقديم كل حكومة جديدة، حكومة بين قوسين حقيقة، لأنها يعني ليست حكومة تكتسب الشرعية في العراق، تقديم كل سلطة جديدة في العراق. كل مرحلة هناك مساعي أمريكية كما قلت وإقليمية على تقديم كل سلطة جديدة تنشأ في العراق بوجه جديد ومحاولة تسويقها وتقديمها باعتبارها يعني حكومة المرحلة، وتقديم رئيس الوزراء الذي على رأس هذه السلطة باعتباره المنقذ والذي يمثل الحل الأمثل لمشاكل العراق. طبعا يعني هم لا يستطيعون أن يأتوا بأي وجه جديد، هم دائما منذ 20 سنة يلعبون على نفس الوجوه التي تآمرت على غزو العراق أو سوقت له أو انضوت ضمن إطاره. وبالتالي يعني نحن وجدنا إياد علاوي، وجدنا إبراهيم الجعفري، وجدنا نوري المالكي في مرحلتيه، ثم حيدر العبادي، ثم عادل عبد المهدي، ثم مصطفى الكاظمي الذي زعم أنه وجه جديد، وهو في الحقيقة ليس وجها جديدا بالمعنى الحقيقي أو ليس مشاركا في الغزو، هو أحد دعاة الغزو، هو أحد الذين طالبوا رئيس إدارة الشر الأمريكية جورج بوش بغزو العراق. ثم الآن جاءوا بمحمد الشياع السوداني، صحيح أنه وجه من الداخل كان في مرحلة ما قبل غزو العراق، ولكن من الواضح أنه أحد العناصر التي كانت تعمل في الدولة العراقية ولكن بارتباطات خارجية. لذلك هم يحاولون تسويق هذه الحكومة، لأن أصلا لا توجد منجزات حقيقية يعني خلال 6 أشهر التي انبثقت فيها سلطة السوداني. لماذا إذن يجري تسويقه وتقديمه بهذا الشكل؟ مع أن السوداني يتحدث عن إنجازات تم تحقيقها في غضون هذه 6 أشهر. نعم، هي إنجازات على صعيد الإعلام ولكن ليست على صعيد الواقع. يعني أقصى، أنا أعتقد أن أقصى ما تحقق من إنجاز لسلطة السوداني هو إعادة افتتاح جزء من شارع مطار بغداد الدولي، وتقديمه باعتباره إنجازا كبيرا. لحد الآن لا توجد إنجازات حقيقية، كلها إنجازات شكلية وعلى الورق، وهناك فساد في هذه المشاريع التي يزعم أنها بوشر بها أو سيباشر بها. لذلك أنا لا أعتقد أن هناك إنجازا، ليس لأن السوداني يعني مختلف عن الآخرين، وإنما لأن المشروع الذي جاء الغزاة به إلى العراق هو مشروع لتدمير العراق وليس لتقديم منجزات لا للبلد ولا للشعب. طيب، ولا للمنطقة ككل. الدكتور فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية، ورحب بك مرة أخرى. الآن في هذا المنتدى الذي عقد مؤخرا منتدى العراق، هناك محاولات لتدوير أو إعادة الوجوه أو تدوير حكومات ما بعد عام 2003، والدليل أنها لم تنجز، أي هذه الحكومات لم تنجز أي إنجاز لصالح الشعب العراقي، لم تنجز أي إنجاز حقق شيئا فعليا على الأرض. يا ترى كيف نفهم يعني مشاركة واشنطن عبر سفيرتها ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى مع ميليشيات أمريكا نفسها تتهمها بارتكاب جرائم ضد العراقيين، جرائم طائفية ولسنوات طويلة؟ كيف نفهم ذلك في إطار إعادة تدوير الحكومات إن صح التعبير؟ بداية تحية لك والأستاذ مصطفى والمشاهدين الكرام. طبعا ما تقوم به الحكومة الأمريكية هي محاولة حفظ ما وجهها بعد الخراب الذي تسببت به للعراق على مدى 20 سنة بعد الاحتلال، وعلى ما جاءت به من زمرة فاسدة. ثم
ما زاد الطين بلة هو أن هذه الزمرة أصبحت موالية لإيران وليس لأمريكا التي جاءت بها. والأزمة بين إيران وأمريكا معروفة، هي ليست أزمة صراعات على يعني من هو صاحب الحق، لأن كلاهما على باطل في العراق، ولكن الأزمة سببها فقط أن إيران تخطط الحدود المرسومة لها في الاتفاق الأمريكي الإيراني قبل احتلال العراق. موضوع الحكومات، يعني إن صح التعبير لا يجوز أن نسمي كل من هم تسلموا السلطة في العراق من 2003 لحد الآن بحكومة، لأنهم ليسوا حكومة. إن كانت يعني جدلية القبول بنتائج الانتخابات أو نسبة المشاركة فيها نتركها على جنب، كل الحكومات جاءت بالخاسر، لكن ما تميزت به الفترة الأخيرة الانتخابات الأخيرة هو انسحاب أكثر من 70 نائب، ثم ترشيح أو استبدالهم بخاسرين، ثم حتى الحكومة تم تشكيلها من كترة خاسرة، يعني عبارة عن حكومة خاسرين وحكومة فاشلين ومتهمين بالتزوير. هذه الحكومة لا تنفع العراق بشيء، ولكن غيابها والعودة إلى فراغ سياسي لا يمكن تدارك تداعياته هو أزمة قد تجعل من أمريكا في موقف حرج جدا دوليا. هذا الموضوع دعا القوات الأمريكية إلى إعادة فرض وجودها ونشر القوات الأمريكية مرة أخرى بطريقة جديدة، ولكن تدعم ذلك مع دعم سياسي دبلوماسي. كانت السياسة الأمريكية تدعم بداية تشكيل هذه الحكومة من خلال الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخر، ثم جاءت السفيرة الأمريكية وهي ذات صلاحيات أوسع من سفير، ولكن ماذا فعلت الحكومة العراقية من إنجازات تتباهى بها هذه السفيرة أو غيرها؟ يعتبرون أنه فقط يعني استضافة بطولة كروية هو إنجاز، لكن الإنجازات التي هي على الأرض يعني يمكن أن نتحدث عنها، مثلا إنجازات حكومة محمد شياع السوداني، ارتفاع الدولار وانهيار الاقتصاد العراقي، هذا يعتبر إنجاز لو أردنا أن نحسب الإنجازات. لا توجد لديهم إنجازات إيجابية، إنجازات فقط سلبية. إنجازات مثلا يعني لها مؤشرات ليست يعني تقال هكذا، هناك مؤشرات صناعية، هناك مؤشرات إنتاجية، هناك مؤشرات في الميزان التجاري، هناك مؤشرات في مستوى دخل المواطن، هناك مؤشرات على مستوى الخدمات، الكثير من الإنجازات التي كل دولة أو كل حكومة في العالم هي تعتبرها معايير لإدارة أي بلد من البلدان. اسمح لي دكتور فقط أن أعود للأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، في خضم هذه الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي، أزمات كثيرة، أزمات اقتصادية، أزمات بيئية، أزمات صحية، أزمات في يعني الحكومة أو المناصب أو المسؤولون يعتبرون أن كل منصب يستلمونه هو عبارة عن غنيمة، يأخذون هذه الغنائم ويهربون. ترى المواطن يظل يركض وراءهم من أجل إصلاح شارع، من أجل بناء مدرسة، من أجل بناء مستشفى، من أجل تحسين خدمة معينة، من أجل نمو اقتصادي إلى آخره، ولكن ليس من جدوى. هل هذه الإرادة الأمريكية التي منذ 2003 إلى الآن لم نرى منها أي عراق ينهض، هل هي مستمرة خلال هذه المرحلة؟ وما يجري من منتديات الآن هو استكمال لهذه الحلقات من الخراب؟ يعني هو هذه الصورة التي نرى فيها العراق الآن هي العراق الجديد بين قوسين، هذا المصطلح الذي أرادت الولايات المتحدة أن تقدمه أو حاولت أن تقدمه على مدى السنوات العشرين، هذا هو النموذج الذي سعت الولايات المتحدة عبر احتلالها للعراق إلى صنعه وتكريسه وتقديمه إلى العراق، هو للعراق وللعراقيين وللمنطقة ككل. هذا النموذج نموذج يقوم على الأزمات، لأنه ليس لديه منجز يقدمه حقيقة للمواطنين كما تفضلت وكما تفضل الزميل الأستاذ فرات قبل قليل. هذه الأزمات مثل أزمة الدولار، أزمة الرواتب، أزمات تتوالد بشكل مستمر وتتناسل بشكل دائم حقيقة. لماذا؟ لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تقدم أو تحاول السلطة شد المواطنين من خلالها، وإلا
إذا يعني عاش العراقيون بقدر من الاستقرار وليس قدر من الرفاهية، وإنما بقدر من الاستقرار، سيطالبون بمزيد من الحقوق التي لا يستطيعون، والإنجازات على الأرض المطلوبة كما تفضلت، سواء في مجال البناء أو في المجال الاقتصادي أو في المجالات الاجتماعية والتربوية وإلى آخره، هم لا يستطيعون أن يقدموا أي منجز. لذلك تبقى هذه الأزمات تتوالد في العراق لأجل تلهية الناس بأزمات يومية تطحنهم وتقدم لهم المزيد من المشاكل. وليس البعض من المراقبين السياسيين أو المراقبين للشأن العراقي يصفون أن أكبر أزمة في العراق هي أزمة تولي حكومة منصبها أو مهامها وتكون ضمن إطار نظام المحاصصة، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ هذا مؤكد، هذا يعني هذا هو مشروع الاحتلال في تقديم سلطات وليس حكومات، يعني فاقدة للشرعية أولا. على سبيل المثال الانتخابات الدورتين الأخيرتين التي جرتا في السنوات الأخيرة في العراق كانت بمشاركة ضعيفة جدا، ولكنها أفرزت تشكيل حكومتين، حكومة الكاظمي بشكل أو بآخر وحكومة محمد الشيع السوداني. وهكذا يعني لا يوجد شيء، لا توجد حكومات حقيقية، لا توجد حكومات محاصصة، كل طرف يسعى إلى استحصال أكبر قدر من الغنائم لمكونه، لأن هناك الآن لا توجد جهة تقدم العراق أو تنظر إلى العراقيين على أنهم شعب، وإنما هناك مكونات. لذلك هذا ممثل للأكراد، وهذا ممثل للعرب الشيعة، وهذا ممثل للسنة، وهذا للمسيحيين، وهذا كوتل الصابئة، وهذا كوتل الشبك الصابئة، ليس لهم كوتل، هذا كوتل الشبك وهذا كوتل، يعني إذن هنا ليس هناك شعب عراقي يجري الحديث عنه، وليست هناك حكومة تقدم إنجازات للعراقيين. كل طرف يريد أن يحصل على مكاسب له ولحزبه وللمكون الذي يمثله، ولا يوجد حديث عن شعب عراقي. طيب. دكتور فرات خورشيد، هل هناك محاولات أمريكية لإعادة تسويق من تتهمه أمريكا بارتكاب جرائم طائفية في العراق؟ هل هناك محاولات لإعادة تسويق؟ هل هناك اعتراف بدور وجودي وضروري لوجود أبرز قادة ميليشيات مدعومين من إيران متهمين بارتكاب جرائم في العراق؟ أمريكا تعلم جيدا أن تعاملها مع الميليشيات الإيرانية في العراق، أو من يسمونهم اليوم بالحكومة العراقية، هو تعامل مرهون بملفات أخرى على الصعيد الدولي بين أمريكا والغرب بشكل عام وإيران. يعني دائما نجد أن هناك تنشط حركة السياسة الأمريكية في العراق مع تعثر الملف النووي والمفاوضات حوله، ولكن حينما تنصاع إيران وتجلس على طاولة التفاوض للملف النووي تهمل الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الصراع الدبلوماسي في العراق وتلجأ إلى الجلوس مع إيران بشكل مباشر. عندما تنهار هذه المفاوضات تعود مرة أخرى إلى الضرب في العراق. كل محاولات إيران، الولايات المتحدة الأمريكية لإخضاع إيران تكون في العراق، بدليل أنه عملية اغتيال قاسم سليماني لم تتم لا في سوريا ولا في لبنان، مع أنه الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تنفيذ هذه العملية أيضا في سوريا وفي لبنان، ولكن تم تنفيذها في العراق، لأن موضع الصراع الحقيقي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو العراق. حرص إيران على البقاء في العراق لأنه خط المواصلات الذي يعتبر الشريان الذي يوصل التدفق الطائفي الإيراني إلى لبنان وسوريا، وبانقطاعه سيضعف ذلك الشريان وربما تموت. يعني الكيان الصهيوني يحاول ضرب إيران في سوريا حتى لا يتقرب من حدوده، بينما تقوم إيران الولايات المتحدة الأمريكية بالدور نفسه ولكن في العراق لمنع سيطرة إيران أكثر على الحكومة العراقية. هذه الميليشيات، هناك يعني حديث عن محاولة تغيير هذه الحكومة وبعض الوزراء الميليشياويين. تحدث محمد الشيع السوداني عن إصلاحات مرتقبة، ولكن
عاد وتراجع عن هذا الموضوع متذرعا بأنه لا يمكن تقييم عمل الوزراء دون إقرار الموازنة، وهذه الموازنة يجب إقرارها أولا ثم بعدها ليتمكن من تقييم عمل الوزراء. ولكن وبشكل عام هؤلاء الوزراء أو غيرهم، نحن نعرف أن الشخص الوزير لا يمكن أن يغير شيء بشكل جذري طالما هناك مدراء عامون. إذا كانت حكومة محمد الشياع السوداني جادة في الإصلاح، فهناك ملفات فساد كثيرة موجودة قبل تسلم محمد الشياع السوداني ملف رئاسة الوزراء، ويمكنه البدء. نعم دكتور، كل الحكومات التي جاءت منذ 2005 وإلى الآن شعارها الكبير الذي يحفظه كل مواطن، كل طفل عراقي، كل شاب عراقي، كل كهل عراقي، كل امرأة، هو مكافحة الفساد. هذه الحكومات جاءت لمكافحة الفساد. لماذا موجود المالكي؟ لماذا موجود إياد علاوي؟ لماذا موجود العبادي؟ لماذا موجود عادل عبد المهدي؟ إلى أن جاءت هذه الحكومة الأخيرة ومن قبلها الكاظمي لمكافحة الفساد. هذا أمر معروف، يعني شعار الحكومات حكومات الفساد، هي حكومات فساد كلها فاسدة، شعارها مكافحة الفساد. هي ثلاث شعارات كانت أستاذي الكريم، شعار حصر السلاح بيد الدولة، والشعار الآخر رفع المستوى الاقتصادي، والشعار الثالث هو القضاء على الفساد. وهذه شعارات لم يتحقق منها شيء على مر الحكومات كلها، وربما لن يتحقق أبدا. أستاذ مصطفى. نعم دكتور، اسمح لي فقط أعود أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، هيئة علماء المسلمين في العراق قالت أن هذا المنتدى قدم زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي متحدثا، وفي طبعا في إحدى جلساته، وهو متهم كما هو معلوم بارتكاب جرائم في العراق ضد الإنسانية أو جرائم طائفية. في هذا الأمر وفي هذا الإطار، سياسة التخادم الأمريكية الإيرانية في العراق إلى أين تريد أن تصل ونحن نتحدث عن استهداف أمريكي لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، استهداف أمريكي لإيران في سوريا؟ كيف يمكن أن نربط أو كيف نفهم هذا التخادم الأمريكي وهم يجلسون في منتديات في العراق تجمعهم طاولة واحدة وإن اختلف الزمان والمكان، وتقوم أمريكا بعمليات استهداف لشخصيات إيرانية وربما مسؤولين ميليشياويين في العراق والمنطقة؟ كيف نفهم ذلك، هذه الجدلية؟ منذ كانت إدارة الشر الأمريكية تحضر لعدوانها على العراق وتهيئ مساعيها لغزو العراق، كان هناك تفاوض أمريكي إيراني على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو عدم تعويق الغزو، المرحلة الثانية هو تسهيل الغزو، أو المرحلة الثانية هي تسهيل الغزو، المرحلة الثالثة هي مشاركة ميليشيات إيران في الغزو. يعني كانت هناك ثلاث مراحل للدور الأمريكي الإيراني، الدور الإيراني المتفق عليه مع الولايات المتحدة بشأن غزو العراق. موضوع التخادم، كلا الطرفين الأمريكي والإيراني ضرورة للآخر، أي من الطرفين هو ضرورة للآخر. الطرف الأمريكي يحتاج وجود الميليشيات لأن اشتداد المقاومة العراقية منذ العام 2003 أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير خططها في العراق. هي اضطرت تحت وطأة المقاومة العراقية إلى جدولة انسحاب شكلي، ثم إلى وتسليم السلطة المزعومة إلى العراقيين، ثم إلى خروج معظم القوات المسلحة في العام 2011. هذه العمليات يعني بمراحلها المختلفة أجبرتها المقاومة العراقية عليها، والمقاومة العراقية طبعا لا علاقة لها بمحور مقاومة سليماني الذي يدعي الآن هذا المحور أنه قاوم الأمريكان، وإنما المقاومة الوطنية العراقية معروفة توجهاتها ومعروفة أماكنها ومعروفة مدياتها ومعروف تأثيرها أيضا وفعلها الجبار. منذ ذلك الوقت قررت الولايات المتحدة أن تخلي الساحة من قواتها بشكل مباشر، لكنها تقدم بديلا عنها يتولى عملية تدمير العراق وهو الميليشيات الإيرانية باعتبارها وكلاء، وباعتبارهم وكلاء محليين باعتبارهم وكلاء محليين لها من جهة، وباعتبار أنها هي المسيطرة على كل المشهد في المحصلة. لذلك كان هناك يعني انسحاب أمريكي
كما قلت لمعظم القوات المسلحة، ولكن بقاء السيطرة الكاملة استخباريا، السيطرة على الجو، يعني السيطرة السياسية، السيطرة الاقتصادية من خلال تقديم الدفعات الدولار المعروفة، كل هذا تحت سيطرة ويعني إدارة الولايات المتحدة، ولكن الفعل على الأرض مخطط التدمير، مخطط التخريب تنفذه الميليشيات. لذلك كان يعني التخادم بين الطرفين مر على مراحل، ولكنه في المحصلة هو الطرفين كلاهما يخدم، كل طرف منهم يخدم الآخر. الخلاف الذي حصل بين الولايات المتحدة وإيران وأدى إلى مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، ربما عرضا أبو مهدي المهندس هو المقصود سليماني بالدرجة الأساس، كان على مدى النفوذ وحدوده وعمقه وليس على مبدأ النفوذ. لذلك الولايات المتحدة طيلة السنوات العشرين الماضية تدعي أنها تواجه إيران في العراق، ولكنها في الحقيقة تعمل معها. الميليشيات الإيرانية قاتلت بحماية المحتل الأمريكي، الميليشيات الإيرانية ومنها عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وباقي الميليشيات المعروفة كانت تمول بالمال الأمريكي. يعني حتى مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد كان المال الأمريكي يمول هذه الميليشيات. بعد ذلك جرت مناقشات في الكونغرس الأمريكي في 2020 للحديث عن أننا كيف نمول ميليشيات تهاجم سفارتنا. يعني هذا الأمر موجود منذ طيلة السنوات العشرين الماضية، لذلك هو أمر ليس جديدا. هناك مسألة مهمة في موضوع الخزعلي، ربما قبل أن أتحدث عليها فقط أريد أن أتحدث أن سليماني أرسل رسالة في العام 2007 في ذروة المقاومة الوطنية العراقية، أرسل رسالة عبر جلال طلباني إلى سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زادة، أكد له أن المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في العراق هو مشروع واحد. وهذه الرسالة وثيقة نشرت على موقع ويكيليكس، لذلك هي يعني تتميز بقدر من الموثوقية. يؤكد له أن لديه مئات الرجال من العراق وأنهم لن يطلقوا رصاصة واحدة، ويقسم ضد الأمريكان، ويقسم على ذلك بقبر خميني أنه لن يطلق رصاصة واحدة في العراق ضد القوات الأمريكية، وأن نجاح الولايات المتحدة هو نجاح للمشروع الإيراني. وطبعا اقترح عليه نوع من التفاوض، ثلاث صيغ من التفاوض اختيرت واحدة منها وهي المفاوضات الثلاثية التي عقدت في بغداد عدة جلسات بين ممثل الحرس الثوري وكان سفير إيران في العراق اللي هو الجنرال حسن كاظمي قمي، والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر. أريد أن أتحدث عن الخزعلي. الخزعلي الآن منذ فترة يحاول محور مقاومة سليماني، هذا المحور الوهمي الإجرامي الإرهابي الطائفي، يحاول أن يقدم قيس الخزعلي بوجه جديد. لذلك هم حتى في الأسبوع الأخير، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، هناك احتفال بيوم قدس خميني. لم يحضر أي من زعماء الميليشيات الكبار، لا هادي العامري ولا قيس الخزعلي حضروا هذا الاحتفال، بينما كانوا يحضرونه كل سنة. الذي حضر هذا العام هو فقط أكرم الكعبي، زعيم ميليشيا النجباء. لذلك الآن يسعى، ومنها هذا المنتدى، حضور قيس الخزعلي وهو عنصر ميليشياوي. ما علاقته؟ لا علاقة له بالسياسة، ولا علاقة له بالفكر، ولا علاقة له بالمؤسسة التنفيذية، ولا علاقة له يفترض بالمؤسسة التشريعية. لماذا يحضر منتدى سياسي وفكري وثقافي مثل منتدى العراق الذي حصل قبل أيام؟ هذه محاولة لتقديم الخزعلي بوجه جديد. ربما يحاولون نزع الصفة الميليشياوية الصارخة عنه، لذلك هو قدم بهذا المنتدى بهذه الصيغة. طبعا هذا التحليل يقودنا لأسئلة كثيرة دكتور فرات خورشيد، منها كيف سيكون الوجه المقبل للعراق بعد هذه الوجوه المتتابعة السابقة التي لم تقدم للعراقيين شيئا على الأرض، وترجمت برفض تام لحكومات المنطقة الخضراء ولانتخاباتها ولإفرازاتها وإلى آخره. هل تعتقد بأن هناك فعلا مرحلة قادمة في العراق هي
مرحلة الميليشيات بامتياز؟ هي المرحلة السابقة والحالية مرحلة ميليشيات، فما راح يتغير شيء بالمستقبل، لكن هناك سيطرة أمريكية. أنا أعتقد هناك بوادر لسيطرة أمريكية على هذه الميليشيات نوعا ما، ربما بحل من اثنين، إما التفاوض مع إيران لكبح جماح هذه الميليشيات، أو التفاوض مع هذه الميليشيات نفسها ب يعني مساومتها على موقعها في السلطة والحكم في العراق. هذه الميليشيات معروف عنها أنها ميليشيات مصالح، ميليشيات أموال وعصابات، لا يهمها غير أن تجني ما يمكنها جنيه، ليس لها لا إيديولوجيات سياسية ولا حتى عقائدية، فقط الانتماء المذهبي، وهذا الانتماء يعني له حدود. حينما تصل الأمور إلى مخاطر فقدان السلطة نجد أن هناك تغيير. شعارات كلا كلا أمريكا وما شابه هذه كلها اختفت حينما ازداد الضغط الأمريكي، وأصبح زعماء هذه الميليشيات يعتبرون الوجود الأمريكي وجود هو استراتيجي وعلاقات دبلوماسية واتفاقية أمنية وما إلى ذلك، وكأنها هذه الاتفاقية لم تكن موجودة في فترة قصف السفارة الأمريكية والتلويح بطرد كل القوات الأمريكية من العراق ولو بقوة السلاح. هذه الميليشيات يعني معروف عنها أيضا أنها حينما يزداد الضغط تخضع، ازداد الضغط عليها خضعت، أصبحت أليفة ووديعة وجزء من النشاط الدبلوماسي، وأصبح حتى قادة الميليشيات يتكلمون بصيغة تختلف عن صيغتهم الهجومية السابقة، أصبحوا يتكلمون عن وجود علاقات يجب أن يتم الحفاظ عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى، بينما سابقا كانوا يصفونها بأنها الشيطان الأكبر والدولة المارقة والعدو وما إلى ذلك. الآن أصبحت دولة عظمية، أمريكا ما تغيرت. هل هذا يعني أن كلا الطرفين حققا أهدافهما في العراق؟ أمريكا حققت أهدافها منذ 2003 في تخريب العراق وتسليمه إلى من يوغل في التخريب أكثر وأكثر، ولكن كما قلت تخطت إيران حدودها في فترة من الفترات. عادت الولايات المتحدة الأمريكية لمسك اللجام مرة أخرى من خلال السيطرة من جديد، هذه السيطرة هي ما يظهر الآن. بالمقابل هناك شيء تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الميليشيات وحكوماتها، وهي نحن من يمكنه أن يعومكم دوليا، لا يمكن أن يعترف بكم أحد ما لم نقم نحن بدعمكم. وهذا الدعم الأمريكي تم من خلال تحريك الدول العربية للتعامل مع الحكومة العراقية على أنها حكومة معترف بها، ودعوتها للمشاركة في كل النشاطات الدبلوماسية في المحيط العربي. حتى نفس الشيء حصل مع سوريا أيضا، يعني إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية هو أيضا محاولة بضغوط أمريكية على الدول العربية لسحب سوريا من الصف الذي بدأ يتراص بأشخاص. هناك مرحلة من وجهة النظر الأمريكية، هناك مستجدات على مستوى الاستراتيجية الأمريكية. دكتور اسمح لي فقط أن أرجع إلى الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، من خلال ما تراه ودلالات المؤشرات من خلال هذه الأمور التي تحدث ربما والأكثر أهمية هو ما يخص العراق، هل فعلا هناك وجهة نظر أمريكية أو هناك طوارئ على الاستراتيجية الأمريكية ستؤدي إلى دعم الحكومة الحالية في العراق، وبالتالي تكون هذه الحكومة مختلفة فعليا عن سابقاتها؟ لا، هذه الحكومة مختلفة ولا الحكومة التي ستليها، وإن شاء الله لا توجد حكومة تليها. إن سمحت لي فقط في نقطة، يعني نركز على موضوع أنه تحريك المحيط العربي أمريكيا لدعم هذه الحكومة. نعم، يعني لا توجد أي بوادر حقيقية لأي اختلاف جذري في السلطة الموجودة في العراق عن سابقاتها على الإطلاق. نعم، الذي تغير، أنا أتفق مع الأستاذ فرات في أن هناك
تغيير في آلية التعامل أو طريقة التعامل الأمريكي والسيطرة الأمريكية على مجريات الأحداث في العراق. يعني في فترة من الفترات تركت الولايات المتحدة الأمريكية الشأن العراقي لإيران أكثر. الآن خصوصا بعد الأزمة التي حصلت، الأزمة الدولار التي حصلت، أدركت الميليشيات أنها يجب أن ترتبط بالولايات المتحدة بشكل أو بآخر، أو أن تخضع لسيطرة الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. كذلك أفهمت السلطة الحالية كما قال السيد فرات أنها لا يمكن أن تقدم وتقبل في المحيط العربي والمحيط الإقليمي والدولي ما لم تحصل على إشارة خضراء من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن يبدو أن هذه، وهذا حصل حقيقة بداية التغير، هذا حصل منذ عهد الكاظمي، بدأ زج العراق في النظام الرسمي العربي أكثر، في المؤسسات الرسمية العربية أكثر من خلال الجامعة العربية وغير ذلك من الفعاليات، من خلال مؤسسة القمة، بعض المؤتمرات عقدت في العراق. يجري الآن إعادة تسويق وتزويق النظام الحالي في العراق، ولكن ليس على أساس التغيير الحقيقي، لا على أساس التغيير الحقيقي في تقديم الخدمات للمواطن العراقي، لا على أساس التغيير الحقيقي في بنية السلطة والنظام وأجهزته الأمنية والإدارية والعسكرية والاستخبارية في العراق. الحقيقة أنها كلها خاضعة للميليشيات كما كانت في السابق، ولكن يجري تزويقها. أيضا يجري هناك تغيير في تقديم هذا النظام إلى المحيط العربي والإقليمي والدولي. يعني هناك تغيير في شكل وآليات التقديم وليس في جوهر هذه السلطة في العراق. هذه السلطة هي سلطة محاصصاتية كما السلطات التي قبلها، هذه السلطة هي سلطة إرهابية وميليشياوية كما السلطات التي قبلها، هذه السلطة سلطة فاسدة تسرق المال العام وتسرف وتنهب المال العام كما في السلطات السابقة. الآن عادت معدلات نهب الدولار من خلال مزاد، من خلال نافذة نهب العملة الأجنبية في العراق وليس بيع العملة، عادت إلى معدلاتها السابقة. الآن يجري بيع 250 و300 مليون دولار و200 مليون دولار نقداً أو عبر الحوالات إلى المصارف وشركات الصيرفة وهي واجهات ميليشياوية. كل هذا يدلل على أنه لا يمكن أن يكون هناك تغيير حقيقي في العراق، لأن بنية النظام قائمة على هذا، بنية النظام قائمة على المحاصصة، بنية النظام قائمة على الفساد، على القتل، على السرقة، على التزوير، على النهب. كيف يتغير؟ إذا غيرت بنية النظام إذن وجدنا، سنجد شيء جديد، سنجد منتج جديد، ولا يوجد منتج جديد في الحقيقة. هناك تغليف جديد، غلاف جديد تقدم به المنتوجات الفاسدة التي صنعها الاحتلال منذ 20 سنة. وهذا هو الذي يجري. يعني قدمت سلطة المالكي في حينها على أنها منتج جديد بغلاف براق جديد، ثم قدمت سلطة العبادي كذلك بغلاف جديد، وكذلك الحال لسلطة عادل عبد المهدي، وكذا الحال لمصطفى الكاظم، والآن لهذا السوداني. لذلك يعني لا يوجد تغيير حقيقي في بنية النظام، وإنما يوجد تزويق وتسويق لهذا النظام من جديد. نعم. دكتور فرات، بالعودة إليكم مرة أخرى، بالنظر إلى موضوع القضاء وتسييسه في العراق، منظومة القضائية في العراق معروفة عنها من قبل، وصفها محللون ووصفها قانونيون ومختصون بأنها منظومة فاسدة تم تسييسها من أجل مكاسب سياسية، والدليل على ذلك المخبر السري الذي لم يتم إلى الآن معالجة هذا الأمر. السجون والمعتقلات ملأى بالبريئين، الناس الأبرياء الذين تم الزج بهم في هذه المعتقلات بالمخبر السري وبالوشاية المخبر السري. الكثير من عمليات التغيير الديموغرافي أسفرت عن كثير من مغيبين ومن معتقلين. أيضا عمليات إلقاء القبض على الشباب داخل مخيمات النازحين، هذا الأمر، هناك الكثير من الملفات الشائكة في هذا الموضوع. يا ترى أمريكا
لماذا لا تهتم بمعالجة أمر القضاء في العراق الذي يعتبره الكثير من المحللين هو المفتاح لنهضة العراقيين؟ لماذا يتم هذا الأمر مستمرا إلى اللحظة، في حين أن تصريحات للسوداني في المنتدى الأخير يقول لابد من وجود محامين يدافعون عن المتهمين بالفساد ولا يتم الزج بهم هكذا في السجن؟ تفضل. يعني مثل ما تفضلت جنابك قلت بأنه إصلاح القضاء سيؤدي إلى نهضة العراق. طيب السؤال الأهم هو هل فعلا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران بنهوض العراق؟ هو ذا يعني جوهر الموضوع. يجب أن يبقى العراق على وضع الحالي، وإذا كان هناك فعلا مساعي لتنشيط عمل القضاء معناها خلاص انتهت الحكومة، لأن هذه الحكومة كلها سيكون مصيرها السجن. الكل المشتركين في الحكومة، يعني لا نقول لأدنى المستويات ولكن من المستوى الدرجات الوظيفية المتوسطة وصعودا، كلها متهمة بالفساد. أضف لذلك الجرائم، يعني هناك جرائم أكبر من الفساد. حينما نتكلم عن الفساد المالي يعني هذا الموضوع يكون أقل من مواضيع أخرى، موضوع المغيبين، جرائم القتل. يعني بجولة بسيطة في مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظ هناك آلاف الفيديوهات عن عمليات قتل، والمصيبة أن هذه الفيديوهات واضحة المعالم، الأشخاص، الأسماء، المواقع، الضحية، المجرم، كلها واضحة. يعني لو كان هناك فعلا قضاء نزيه وصريح، لو كان هناك ادعاء عام صحيح، لكان هناك جرائم يمكن إثباتها بكل سهولة، ما يحتاج القضاء لجهد كبير. حينما نشاهد مثلا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص ملامحهم واضحة، أسماءهم، ينادون بعضهم بأسماءهم، يقومون بقتل شخص أو الطلب منه أن يحفر قبره ثم إطلاق النار عليه وقتله، أو الصعود فوق الطفل بصرفة الدبابة وما إلى ذلك من هذه الفيديوهات. والأشخاص يعتبرون أبطال أيضا لدى الطرف الذي يشجع على جرائم القتل وهي الأحزاب الميليشياوية. هذه كلها أين القضاء منها؟ أين مجلس القضاء؟ مجلس القضاء الذي أطلق سراح المتهم الأول بحادثة ما سمي بسرقة القرن وإطلق سراحه بكفالة، أم مجلس القضاء الذي يتقاعس عن إصدار مذكرة قبض بحق المتهم إذا كان تابع لأحد الميليشيات أو أحزابها، مجلس القضاء الذي لا يسائل أي شخص من البرلمانيين الذين يجاهرون أمام الإعلام بأنهم يمتلكون ملفات فساد أيضا؟ إذا هذه يعني جريمة بحد ذاتها، حينما يقوم أحد البرلمانيين بالحديث على القنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيره بأنه يدعي بأنه يمتلك ملفات فساد، قد تقلب العملية السياسية ثم يصمت. هنا دور الادعاء العام أن يقول هذه الملفات هي من حق المجتمع، من حق العدالة، من حق الدولة، يجب عليك أن تسلمها للادعاء العام للقيام بالإجراءات القضائية. أما امتلاكها والابتزاز بها فهذا جزء من الجريمة، يعتبر شريك في هذه الجريمة. القضاء يعني القضاء في العراق اسم فقط، خاوي من الجوهر، خاوي من الإجراءات الحقيقية، خاوي من المهمة التي يجب أن يعمل بها سواء القاضي أو المحامي. هناك محامين يتعرضون لجرائم اعتداء وقتل، طعن بالسكاكين أو إطلاق نار، فقط لكونهم يدافعون عن قضية معينة أو لكونهم يسعون لإثبات جريمة من جرائم الفساد. هذه كلها يعني أضف لذلك السلطات التي المفترض بها أن تكون جهات رقابية. باعتراف محمد الشيع السوداني في المنتدى قال إحنا قمنا بإصلاح الجهات الرقابية نفسها لكون فيها خلل. فتخيل بلد يعني رئيس الوزراء يعترف بأن الجهات الرقابية التي المفترض بها محاربة الفساد فاسدة، فكيف ستكون بقية الجهات والأطراف التي تمثل إدارة الدولة مؤسساتها؟ نعم دكتور فرات، شكرا لك. أستاذ مصطفى، أخيرا في هذه المرحلة كيف تنظر إلى المشهد العراقي؟ كيف تصف حال المواطن العراقي وهو ينظر إلى حكومة جديدة تعقد المنتديات وتصف نفسها بأنها تختلف عن من سبقها من حكومات؟
الحقيقة أن الحال المواطن العراقي سيبقى يتردى ما دامت هذه السلطات وهذه المنظومة، منظومات الأمن، منظومات الاقتصاد، منظومات التعليم، منظومات القضاء، المؤسسة العسكرية، المؤسسة التشريعية، حتى المؤسسة الخدمية، وطبعا المؤسسات الإدارة أيضا، لأن هناك فساد كبير في مؤسسات الإدارة. سيبقى المواطن العراقي يعاني من كل هذه المنظومات المشتركة في هذه السلطة وفي هذه الجريمة المستمرة منذ 20 سنة بحق العراقيين. الخلاص الوحيد للعراقيين هو الخلاص من هذه المنظومة بالكامل. يعني ثورة تشرين في ساعتها الأولى طرحت مبدأ إسقاط النظام. ماذا يعني إسقاط النظام؟ يعني إسقاط دستوره، إسقاط مؤسساته، إسقاط برلمانه، إسقاط أحزابه، إسقاط مؤسسات الإدارية والأمنية والخدمية وإلى آخره والعسكرية. لذلك بقاء هؤلاء مهما زوقوا شكليا لن يحقق للعراقيين أي مكسب. الآن هم يحاولون امتصاص جزء من غضب الشارع العراقي والشباب العراقي بتقديم وعود وتعيين بعض يعني عدة آلاف، بضعة آلاف من الشباب العراقي. هؤلاء سيكونون عبء على المؤسسة الإدارية في العراق، عبء على المؤسسة المالية في العراق، عبء على الخزانة والموازنة في العراق، ولن يقدموا للعراقيين شيئا. وبمرور الزمن ستأتي أيضا أجيال جديدة، كل سنة يأتي خريجون جديدون جدد إلى سوق العمل دون أن يجدوا لا قطاع صناعي حقيقي ولا قطاع زراعي حقيقي ولا قطاع خدمي حقيقي ولا مؤسسة عسكرية، مجرد صرف رواتب ولكن من غير إنتاج. بالضبط، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على العراقيين. أي خلل في سعر بيع الدينار، بيع النفط العراقي، سيؤدي إلى خلل في ميزانية العراق. لذلك المنظومة كلها تحتاج إلى تغيير وليس إلى إصلاح. الإصلاح هذه شعارات طبعا فارغة، وأي محاولة هي محاولة ترقيعية، يعني الاتيان بسين مقابل صاد وزيد مقابل بدل عبيد لن يحل مشكلة العراق. مشكلة العراق في هذا النظام، في هذا الدستور، في هذه المؤسسة التشريعية المحاصصاتية والفاسدة، في القضاء، في الأمن، في الجيش. هذا كله يحتاج إلى تغيير عميق وتغيير جوهري حقيقي، وليس إصلاحات ترقيعية وتزويقية. في حين أن لا يوجد هناك الحد الأدنى، إن سمحت لي، ولو أنه يعني لا يحق لي أن أعطي رأيي، ولكن بالمنطق أنه إذا كان هناك دعم للقطاع الخاص هناك انطلاقة اقتصادية وهناك استقرار وهناك رفاهية. إلى الآن القطاع الخاص في العراق محارب، وهذا يعني أن المواطن العراقي محارب، وعلى المواطن العراقي أن يسعى لاستجداء وظيفة من الحكومة لكي يبقى عبدا لهذه الحكومة. لذلك أنا قلت ولا يوجد قطاع صناعي ولا قطاع زراعي ولا قطاع خدمي، هناك دعم لقطاع النهب الخاص وليس للقطاع الخاص. لا يوجد، لو كان هناك قطاع خاص راشد وواعي ومنتج كان وجدنا حال الاقتصاد العراقي بشكل آخر. أحسنت. حضرتك أشرت إلى نقطة وهي المغيبين. في نصف دقيقة قبل أن ننهي، أنا أذكر بالمقبوض عليهم في لأسباب احترازية، هكذا قيل في أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي في سنة 2007 أو 2008. حتى الآن لم يطلق سراحهم وتحولوا من مقبوض عليهم إلى مجرمين، وبعضهم أعداد كبيرة منهم قتلوا ودون أن نعرف لا أعدادهم الحقيقية ولا مصيرهم. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي في الاستوديو. شكرا لك. وشكرا جزيلا دكتور فرات خورشيد، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية، ضيفي عبر سكايب. شكرا ضيوف الكرام. نشكر لكم مشاهدينا الكرام، طيب المتابعة وإلى اللقاء.